Tonight, I stand outside a darkened Lebanese parliament building to deliver this message to mark the one-month anniversary of the sit-in by two brave Lebanese MPs, Dr. Najat Saliba and Mr. Melham Khalaf. The lawyer and the professor who have given up all of life's comforts to stand as guardians of Lebanon's constitution and democracy have tonight taken a risk to commemorate this important date and deliver a message of hope for all Lebanese and for the institution of democracy all over the world. 30 يوم داخل المجلس النيابي 30 نهار وليل بقينا هون لأنه بدنا نحمي الدستور لأنه بدنا نفعل القوانين لأنه بدنا نحمي الديمقراطية والديمقراطية بتعني الاهتمام بحقوق الإنسان مظبوط 30 يوم لأنه في نهج جديد اليوم عم يخلق بلبنان هيدا النهج نهج احترام القوانين والدستور هيدا نهج كلنا منخضع لإله هيدا نهج وطن بيحترم حاله بيحترم شعبه منبلش بانتخاب رئيس ومنكمل لتفعيل الحكومة والبرلمان ومن هون بدنا إنه 128 نايب يتحملوا مسؤوليتهم ويجوا ينتخبوا رئيس 128 نايب هن المسؤولين الوحيدين عن انتخاب رئيس الجمهورية وعن استعادة الحياة العامة المؤسسات الدستورية نحن المسؤولين شعبنا عم بيئن كل يوم أكثر وأكثر ونحن منا تحت قبة البرلمان لنرجع نكون السلطة نرجع نأمن للناس حقوقها حدا يعالج مأساتها الناس إلهم حق علينا إنه نحن نهتم فيهم وبحقوقهم وبمطالبهم هني حطونا هون هيدا بيتهم من جان هيك أكيد رح نكمل ورح نضلنا عم نعلي الصوت لكلنا سوا نرجع نعرف قديه واجبنا الوطني الواجب الدستوري الواجب الحقوق الأخلاق الواجب الإنساني إنه نكون هون لننتخب رئيس جمهورية بأسرع وقت إن شاء الله هالأدوية والأعلام اللي حطيناهم على الكراسي وعلى الطاولات يضووا بضمير وقلوب النواب لحتى يجوا يشتغلوا شغلهم اليوم خلينا ننقذ الوطن هيدي هي المسؤولية Nous faisons appel à toutes les consciences du monde libre pour venir en aide à ce peuple pour dire et pour crier haut et fort que ce Liban mérite d'être soutenu et d'être soutenu dans sa lutte pour retrouver un état de droit. We hope the symbolism of their gesture will remind people all over the world, not only in Lebanon, that the Constitution is the bedrock upon which all nations are built and therefore must be protected and implemented. Because truth matters, justice matters, and democracy must be defended at all costs.